هدفين ومعها استبعد من تلك المباراة لاعب نادي الأخوية كريم بوضيف الذي واجه عقوبة بعد تلك المواجهة. كريم بوضيف بعد مباراة الذهاب اليوم كريم بوضيف متواجدا من أجل أن يعوض إخفاقه أولا في تعامله مع خصمه ومع حكام اللقاء، واليوم يعود من جديد كريم بوضيف لقيادة فريقه بهذه المباراة بحثا عن النقاط الثلاث من أجل الوصول إلى الوصافة، وهو الفريق الذي يلحق به الفريق الوصيف وصيف المتصدر بدوري أبطال آسيا ليكون مشاركا له في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، في حين أخفق السد والسد الذي لا يعلم ما هو أمره أخفق في من الوصول إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا. وبالتالي العربي اليوم يحاول أن يستغل ظروف السد الغامضة هذه الأيام من أجل أن ينقض على المرتبة الرابعة ويحل في المربع الذهبي عبر هذه المواجهة من خلال مباراة مهمة بالنسبة له في افتتاح الأسبوع 18. العربي الذي يأتي بالأسماء التالية في هذه المواجهة والتي اختارها الرجل الخبير جان فرانكو زولا، الرجل الخبير والرجل الشهير الذي وضع قائمة الأسماء التالية: رجب حمزة، باولو سيرجيو، يوسف رمضان، عادل لامي، أحمد صالح خلفان، أحمد فتحي منسي، بوعلام خوخي، محمد شعبان، ألين سوزا، دامي تراوري الرفيق بالأمس وخصم اليوم للإخوية، وأخيرا نتلو على حضراتكم الاسم الشهير لكرة القدم الإيرانية جواد نيكونام الذي عاد مرة أخرى إلى الدوحة بعد أن كان متواجدا في كأس أمم آسيا 2011، اليوم يتواجد بقميص النادي العربي جواد نيكونام. على الجانب الآخر الإخوية في قائمة أسماء لهذه المباراة: كلود أمين بالإضافة إلى كريم بوضيف، محمد موسى، خوسيه مانويل، لويز مارتن جونيور، نام تايهي، أرانديوكو، وكذلك أحمد عبد المقصود، يوسف المساكني، إسماعيل محمد، خالد مفتاح. المباراة على وشك البدء الآن من جانب النادي العربي. الأخوية يأخذ مكانه على يمين السادة المشاهدين، في حين العربي إلى اليسار. ديوكو جاء إلى هنا وفايس ذهب إلى هناك، والمباراة على وشك البداية الآن من جانب النادي العربي الذي ننتظر مع بداية المواجهة التي يديرها التحكيم السيد خميس الكواري، ويساعد مساعد أول يوسف الشمري ومساعد ثاني زاهي الشمري، في حين الحكم الرابع بهذا اللقاء السيد سعود العذبة الذي يتحدث مع الحكم الساحة، والكل يضبط ساعته من حكام اللقاء من أجل بدء اللقاء. طبعا مساعد إضافي أول سمير أحمد، والمساعد الإضافي الثاني السيد عبد العزيز العلي. انطلق اللقاء وانطلقت المباراة في ثوانيها الأولى من جانب النادي العربي بكرة تلعب على الجهة اليسار. العربي عند أول محاولات المباراة، أول لقطات المباراة بكرة معادة إلى الخلف. قلنا العربي بأنه حقق أول انتصاراته في الدوري على الإخوية في القسم الماضي. طبعا قد يقول قائل أن هناك انتصارات للعربي على الإخوية لكنها كانت خارج إطار الدوري في مسابقة كأس ولي العهد وكذلك في مسابقة كأس الشيخ جاسم. هذه كرة ملعوبة إلى الأمام لتعود في مصلحة الإخوية. الإخوية في كرة مبعدة على طول إلى الأمام، عادت مرة ثانية في وسط الملعب من جانب النادي العربي لتذهب المحاولة إلى صالح الإخوية في الجهة اليمنى. الإخوية بكرة معادة مباشرة عند كلود أمين. الإخوية أمام تحدي حقيقي في هذه المباراة من أجل أن يثبت أولا نفسه في الصراع على الوصافة من خلف نادي الريان، وذلك من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا وأن تكون عنده حظوظ وأن يبتعد على الأقل عن صاحب المرتبة الرابعة، في حين أيضا على الجانب الآخر عليه أن يثبت لجماهير هذه الكرة ملعوبة إلى الأمام إلى محاولة لديوكو، وديوكو الأهداف كرة تضيع إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. نعم عليه أن يثبت لجمهوره بأنه مستعد تماما لمسابقة دوري أبطال آسيا، لمسابقة دوري أبطال آسيا. شوف الكرة الماضية، المحاولة الواصلة إلى الأمام والتسديدة التي جاءت معها التغطية والإبعاد للكرة الماضية إلى خارج أرضيات الملعب لتصل الآن كركلة ركنية موجودة في مصلحة نادي الإخوية. الإخوية اللي يملك ركلة ركنية من يمين حارس المرمى، انتابع الركلة الركنية الملعوبة على يمين رجب حمزة، إبعاد ممتاز من دفاع النادي العربي لتعود بعد ذلك المحاولة في مصلحة الإخوية عند مارتن جونيور. جونيور عاد إلى أقصى شيء إلى الخلف إلى كلود أمين، ثم كلود
محمد أمين يلعب الكرة من الجهة اليمين لمصلحة نادي الأخوية. الريان يتربع على عرش الصدارة وبفارق مريح عن كل المنافسين، بفارق 13 نقطة عن أقرب المنافسين الجيش، في حين الأخوية في المرتبة الثالثة ب 34 نقطة، الريان 48، السد 29 نقطة. هذا التباين بين كل فريق وفريق حقيقة ربما يقتل المنافسة ويقتل إثارة المنافسة في هذا العام. جمهور الريان يعشق ذلك ويفضل ذلك، لا يهتم ولا يبالي بأمر المنافسة، المهم أن يكون الذهب من نصيب فريقها. لكن نحن نقول بأنه لابد من وجود المنافسة وأن تتقلص الفوارق النقطية بين كل فريق وآخر، بين كل مركز وجارة، لأجل أن تكون المنافسة والمسابقة أكثر سخونة. هذه كرة ملعوبة الآن إلى الأمام، إلى محاولة عند نامتيهي، نامتيهي تحضير ممتاز، بعد ذلك يحول الكرة إلى الأمام لمصلحة الأخوية، الضغط على حامل الكرة، والكرة بعد ذلك تتحول لمصلحة نادي الأخوية إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية بعد أن انقض عليها عادل لامي وأبعدها إلى خارج أرضية الميدان. عادل لامي أبعدها إلى خارج أرضية الميدان إلى ركلة ركنية. الركلة الركنية موجودة إذا لمصلحة نادي الأخوية. بالمناسبة عادل لامي أيضا من الفرق الكثيرة اللي شارك معها في دوري النجوم هو نادي الأخوية. هذه كرة ملعوبة إلى الأمام، إلى محاولة يعني من اللاعبين الموجودين في ملعب المباراة، من أبرز اللاعبين اللي لعبوا بقميص الفريقين عادل لامي في النادي العربي، لعب بقميص الفريقين، كذلك محمد رزاق المتواجد على دكة البدلاء لعب بقميص الفريقين في قميص الأخوية، ثم أخذ جولة حتى وصل العربي وعاد مرة أخرى إلى نادي الأخوية من جديد. الكرة ملعوبة في وسط الميدان، تغطية موجودة وضغط على ألين سوزا، ألين سوزا المنضم حديثا إلى جانب النادي العربي. كرة فيها صافرة مخالفة، العربي أيضا من الملاحظ بأنه لا يستقر على أسماء لاعبيها الأجانب، وهذه مشكلة حقيقية بالنسبة للنادي العربي. هذا الأمر ليس من العام الحالي، ولكن في العامين الثلاثة الماضية تجد أن العربي لا يستقر على حال بالنسبة للاعبة الأجانب، بين القسم الأول والقسم الثاني متغيرات كثيرة، عدم الإبقاء على تشكيلة معينة ولا كذلك على مستوى الأجهزة الفنية، بمعنى أنه العربي ما زال يبحث عن نفسه، بمعنى أنه العربي ما زال يبحث عن ذاته، بمعنى العربي لم يجد حتى الآن التوليفة الحقيقية المناسبة. هذا الأمر يحتاج إلى تحضير قبل بداية الموسم، تحضير مثالي يؤدي بك إلى أن تحقق التوليفة المناسبة التي لا تحتاج معها إلى تغييرات طارئة في الميركاتو الشتوي. في حين كان سلمان عيسى مثلا كم لعب مع العربي من موسم في 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 احد الفترات. هذه الكره موجوده الان عند خوخي معلم المتواجد خلف الكره الثابته. خوخي معلم يستعد يلعب كره ممتازه لكنها الى خارج ارضيه الملعب. ممتازه من معلم على إثر تحية من جماهير النادي العربي لبو علام على التسديدة الماضية واللي مضت إلى خارج أرضية الملعب من بعض الجماهير القليلة الحاضرة من جانب النادي العربي، على الرغم طبعا من أن يوم جمعة، يوم متاح للجميع، يوم مناسب وتوقيت مناسب لإقامة المباراة، الأجواء مناسبة أيضا لمشاهدة ومتابعة والاستمتاع بأحداث هذا اللقاء. الكرة لمصلحة العربي، وصول إلى السوزا، فرصة النادي العربي. عربي عنده كرة كان ممكن يسجل فيها الهدف الأول، ضيع الفرصة العربي. المحاولة موجودة للأخوية من أجل أن يرد على هجمة العربي الماضية. العربي كان قريب للهدف الأول لكن الكرة ضاعت. المحاولة من أمين، أمين يلعب كرة طويلة لوسط الملعب، بعد ذلك الكرة واصلة بالرأس على الجهة اليمنى ومحاولة ملعوبة ساقطة لصالح نادي الأخوية. بالرأس يا سلام رجب حمزة على طريقة الدفاع، أبعد الكرة الماضية كمدافع. هذه كرة ملعوبة الآن على الجهة اليسرى إلى محاولة عند لويس مارتن جونيور. جونيور أعاد الكرة في الخلف والمحاولة تبقى عند كريم بوضيف. كريم بوضيف مع الكرة مقطوعة، الضغط على حمل الكرة الآن من لاعبي النادي العربي ما يضع فرصة للاعبي الأخوية من أجل أن يتحكمون بالكرة إلا في الثلث الأول عند الدفاع. والكرة الآن موجودة على طول مباشرة عند حارس المرمى كلود أمين. ما في أي فاعلية في وسط الميدان، على الأقل بعد مضي خمس
دقائق من زمن شوط المباراة الأول بالنسبة لنادي الأخوية. لاعب الهجوم لا يدعمون بشكل واضح في الدقائق الخمس الأولى، لكنه هذا حكم مبكر تماما، لا يمكن الجزم بأحداث اللقاء كيف تكون، أو أنه الأسلوب لاعب الأخوية هل سيستمر على نفس النسق أم أنه سيتطور مع مضي الدقائق ويدخل أجواء المباراة. هذه الكرة لصالح النادي العربي، أعتقد بأن هذه الكرة من شأنها أن تجعل نادي الأخوية يستفيق، لأنه نادي الأخوية حتى الآن شارد الذهن مع بداية المباراة. الكرة لصالح النادي العربي، محاولة ممتازة لكنها تقطع لتعود مرة أخرى عبر كريم بوضيف. كريم بوضيف يلعب الكرة إلى نامتاي هي على الجهة اليمين. اليوم عندنا طبعا ثلاث مباريات في اليوم الأول من الأسبوع الثامن عشر، عندنا ثلاث مباريات تبدأ بهذه المواجهة، وفي نفس التوقيت الإخريطيات والأهلي يلعبان مباراة بنفس التوقيت، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نهاية مباريات اليوم الريان الخور، بعدها غدا إن شاء الله تعالى اليوم الثاني من الجولة والأسبوع رقم 18 السلية الوكرة ومصلال أم سيمير، ويوم الأحد إن شاء الله في آخر أيام الأسبوع الثامن عشر الجيش يواجه الغرافة في مواجهة كبيرة ومباراة بين قطر والسد. حقيقة العربي تذبذب واضح بالنسبة لمستوى، يوم يتقدم بشكل رائع جدا في أسابيع وفي أسابيع يعود أدراجه. الجولة الماضية قدم مباراة ممتازة للغاية بفوزة على نادي الغرافة بثلاث أهداف مقابل هدفين. جمهور العربي رحب بهذا الانتصار المميز والأداء المميز اللي كان للفريق في الجولة الأخيرة. هذه كرة ملعوبة إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت، رمية جانبية، الرمية الجانبية في الجهات اليسار، اللعبة الرمية الجانبية والكرة لمصلحة النادي العربي من الجهة اليسرى إلى محاولة فيها صافرة ومخالفة، أو حكم المباراة أشار إلى وجود رمية جانبية، أشار بالكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. المشجع اللي بل مكبر الصوت يوجه اللاعبين، يا ليت أنك أنت تشجع، وتوجيه اللاعبين اتركه للمدرب حتى لا تشتت لاعبينك، ركز فقط على التشجيع والهتاف والمؤازرة. هذه كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت، رمية جانبية عند خالد مفتاح. خالد مفتاح ملعوبة الكرة على طول إلى الخلف إلى محاولة واصلة عند خوسيه مانويل. خوسيه مانويل أعاد الكرة للخلف، ثم المحاولة أخيرا إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت، رمية جانبية. رمية جانبية في الجهة اليمين لنادي العربي عند يوسف رمضان. الرمية الجانبية ملعوبة والكرة بالكعب لتقطع وتعود مرة أخرى لمصلحة النادي العربي. دامي تراوري، لا شك أن هناك تراجع في أداء دامي تراوري جعل الأخوية يتنازل عن لمصلحة النادي العربي. هذه كرة ملعوبة إلى الأمام، رغم أنه كان هناك فرصة حقيقة مواتية بالنسبة للنادي العربي في كسب صفقة فلاديمير فايس، لكنه لم يجري الاتفاق حتى حسب ما سمعنا بأنه حقيقة المدرب زولا رفض اللاعب فلاديمير فايس. كرة فيها صافرة مخالفة ركلة حرة مباشرة، وأيضا إلى جانب أحمد عبد المقصود، هكذا تقول الأخبار، لا نعلم إن كانت الأخبار جادة أو لا. المحاولة في وسط الميدان، راحت الكرة لصالح النادي العربي. النادي العربي عنده كرة ملعوبة من أحمد خلفان إلى دامي تراوري. دامي تراوري مع كرة ملعوبة على طول إلى الجهة اليمنى، التغطية من خالد مفتاح، عادت مرة أخرى التحضير بالنسبة لنادي الأخوية. الأخوية عنده كرة ملعوبة طويلة إلى الأمام، آلان ديوكو يبحث عن كرة لكنها إلى خارج أرضية الملعب. نعم، خروج سيباستيان سوريا، شوف هذا مشجعنا العزيز، اهتف وآزر وشجع، لكنه اليوم ما جاء يهتف ولا يشجع ولا يآزر. الدوسر اليوم جاي يوجه اللاعبين ويأخذ دور المدرب من المدرجات، توجيهات مستمرة من المدرجات، لكنه من تسمعون هتافهم وتصفيقهم هم جمهور الأخوية. رمية جانبية، خالد مفتاح، خالد مفتاح أعاد الكرة إلى الخلف، المحاولة لصالح نادي الأخوية. الأخوية عنده كرة موجودة في الجهة اليمين، ثم تمريرة
في وسط الملعب، عادت فيها الكرة لصالح نادي الإخوية الذي يسيطر على الكرة الآن في وسط الميدان، يحاول ويبحث عن ممر ومنفذ في دفاعات النادي العربي، لكن أعتقد بأن هناك انضباط تكتيكي طلياني على مستوى الدفاع بالنسبة للعربي. مرور يقهر كل الجموع والكرة ملعوبة. الله، جمعهم في يوم جمعة ومر منهم كلهم يوسف المساكني، والكرة إلى خارج أرضية الملعب في نهاية المطاف. شوف الثلاثة، جمعهم طرحهم ضربهم والكرة إلى خارج أرضية الميدان، إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. يوسف المساكني بذل مجهود عالي جدا مع الكرة الماضية، لكنها في الأخير وصل إلى خارج أرضية الميدان بجوار القائم الأيمن إلى خارج أرضية الملعب. هذا الرجل المبعد، الرجل المبعد عن قائمة فريقه جمال بلماضي، موجود برونو أوليفييرا كمدرب للفريق مسمى في قائمة أسماء اللاعبين، ولكنه جمال بلماضي موجود في المدرجات. هذه كرة ملعوبة لصالح نادي الإخوية، الإخوية في كرة عرضية ملعوبة، بدأ يستفيق الإخوية ويهاجم، أصبح عنده هجوم واضح الآن، والكرة فيها صافرة مخالفة ركلة حرة مباشرة، الكرة فيها صافرة مخالفة ركلة حرة مباشرة لمصلحة نادي الإخوية. ركلة حرة مباشرة إذن. اللعبة الكرة طويلة إلى الأمام لمحاولة على طول تصل باتجاه أمين حارس المرمى، ترك أمين إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. العربي بعد أربع جولات توقف فيها أو توقفت فيها مسيرة على الانتصارات، بعد مباراة السيرية خسارة السيرية ثم خسارة الوكرة ثم خسارة الخور وأخيرا التعادل مع قطر، تمكن من الفوز على الغرافة في الجولة الماضية، وهو فوز كان مهم جدا. هذه كرة ملعوبة إلى ألان ديوكو، ألان ديوكو يأخذ كرة في الجهة اليمين، ألان ديوكو يحضر كرة ممتازة والكرة لصالح نادي الإخوية لكنها مقطوعة، ترجع مرة ثانية إلى صالح نادي الإخوية في الجهة اليمنى، عودة إلى الوراء إلى تحضير جاري الآن لكرة لخارج أرضية الملعب إلى الأوت، رمية جانبية. أول مواجهة جمعت بين الفريقين على مستوى دوري النجوم حينما صعد فريق الإخوية من دوري الدرجة الثانية إلى دوري النجوم في عام 2010، كانت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف في مباراة الفريقين على ملعب نادي الغرافة قبل أن ينشأ استاد خاص بنادي الإخوية. سجل عبد العزيز حاتم من العربي يومها هدف، وكوني من جانب نادي الإخوية سجل هدف. هذه كرة ملعوبة تلعب إلى الأمام إلى محاولة للمرور، باولينيو يحصل على مخالفة ركلة حرة مباشرة موجودة في وسط الميدان، المخالفة عند خوخي بوعلم، خوخي بوعلم يترك الكرة الثابتة ملعوبة على الجهة اليسار والكرة ملعوبة على طول إلى وسط الملعب. محمد شعبان، محمد شعبان العودة إلى الخلف ثم التحضير جاري الآن بكرة على طول إلى أقصى اليمين، المحاولة واصلة عند يوسف رمضان، رمضان يحصل على كرة بالجهة اليمنى، رمضان يدور على زميل ملعوبة إلى خوخي بوعلام، خوخي يسيطر على كرة يحاول المرور فيها لكن الضغط ممتاز من أحمد عبد المقصود الدولي للمنتخب العنابي، الكرة ملعوبة إلى كريم بوضيف، كريم بوضيف يمر الكرة لكنها ما جت موفقة من كريم بوضيف. الأربع ساعة أيها السادات والسادة متابعينا مشاهدينا عبر قنوات الدوري والكاس، ربع ساعة من شوط المباراة الأول وحتى الآن التعادل السلبي بدون أهداف، إلى هذه اللحظة لا أحد يسجل. نعم الهجمات حضرت في شوط المباراة الأول، نعم العربي كان خطير في حالة حينما جاءت كرة عرضية من سوزا تصدى لها كلود أمين لكنها لم تجد لاعب يكملها في الشباك، ثم بعد ذلك كرة كانت للإخوية أخطر الكرات على الإطلاق ليوسف المساكني اللي عمل فاصل مهاري رهيب جدا لكنه في نهاية المطاف لم يوفق فيها المساكني من أن يسجل هدفا أولا لفريقه. الكرة ملعوبة لنادي الإخوية، الانطلاق على الجهة اليمنى لكنها صافرة موجودة حاضرة ومخالفة ركلة حرة مباشرة، إيقاع اللعب سريع أعتقد في شوط المباراة الأول من أكثر المباريات نشاطا وحاجة.
حركة وحيوية في دوري نجوم، كرة فيها صافرة مخالفة، لا أقول لا أكثر على الإطلاق، لا أقول بأن الأفضل على الإطلاق، ولكن أقول بأنها من أكثر المباريات حيوية ونشاط في الدقائق الملعوبة وفي أول ربع ساعة. الكرة فيها صافرة مخالفة، على أي حال انضباط تكتيكي موجود لا شك في ذلك من الجانبين. الكرة فيها مخالفة، ركلة حرة مباشرة لنادي الأخوية. هذه الانطلاقة الماضية كانت من جانب لويس مارتن جونيور، اعترض شعبان على قرار حكم المباراة التدافع، اعتقد انها موجود، وبالتالي المخالفة مستحقة لمصلحة نادي الأخوية. خلفها نامتيهي، نامتيهي الكوري الجنوبي الذي يبقى لسنوات الى جانب نادي الأخوية. نامتيهي عند المخالفة، ملعوبة ساقطة الى منطقة الجزاء بالراس، مرت الكرة، الله يا رجب، رجب حمزة يتألق آلان ديوكو في مواجهة للمرمى، لكن الكرة الى خارج أرضية الملعب. حكم المباراة يعلن عن وجود اوفسايد ربما مع الكرة الماضية على آلان ديوكو. آلان ديوكو اهدر فرصة على اي حال، حتى وان كان متسلل، اللاعب الهداف، اللاعب الذي تهداف لدوري النجوم في اكثر من موسم، اللاعب الذي نافس دائما والمنافس دائما على لقب الهداف في عديد المواسم، اهدر الكرة الماضية ولو انه كان هناك مخالفة قانونية عليه. جمال بلماضي مستمرا في توجيهاته من خارج الميدان، من المدرجات يوجه لاعبينا. الكرة ملعوبة إلى رأسية لتصل بعد ذلك عند خالد مفتاح. خالد مفتاح تابع كرة حتى اطمأن عليها في أحضان حارس مرمى. راحت الكرة في الجهة اليمين إلى محاولة باليسار، كريم بوضيف، كريم يلعب كرة واصلة في الجهة اليسرى إلى خالد مفتاح. خالد مفتاح رجع كرة، يوسف المساكري لعبها غير منطقية من يوسف المساكري، كانت قوية جدا ومرتفعة جدا، وبالتالي مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت، والآن أوت من جديد لصالح النادي العربي في نفس المكان على الجهة اليمين. نتابع الرمية الجانبية الآن في الجهة اليمنى، رمية جانبية في الجهة اليمنى منفذة لتصل في وسط الميدان، المحاولة لصالح نادي الأخوية، مبعد الكرة من جانب دفاع الأخوية. محمد موسى أبعد الكرة في الجهة اليمين، محمد موسى واضح أنه يتم إشراكه كمدافع في هذه المباراة، كمدافع في هذه المباراة. إسماعيل محمد يلعب كظهير أيمن. ملعوبة الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية، الرمية الجانبية على طول منفذة من يوسف رمضان. يوسف رمضان لعب كرة في الخلف لتعود مرة أخرى الآن لمصلحة النادي العربي. يملك كرة النادي العربي، والكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت، رمية جانبية. الرمية الجانبية ملعوبة إلى كريم بوضيف، كريم بوضيف يلعب كرة في الناحية اليسار، ثم الكرة إلى خارج أرضية الملعب من جديد لتصل كرمية جانبية على الجهة اليسار. رمية جانبية على الجهة اليسار لصالح نادي الأخوية الآن. خالد مفتاح، 20 دقيقة في شوط المباراة الأول. المباراة حبيسة وسط الميدان، في صراع حقيقي على مستوى وسط الملعب، في صراع قوي جدا في وسط الملعب. من يستطيع أن ينجح في هذا الصراع سيتمكن من الفوز. هذه الكرة المقطوعة وأيضا اللي فيها مخالفة، كرة واصلة مبعدة من دفاع النادي العربي لتعود إلى الخلف على طول على مستوى الدفاع. فلوريس يحاول ياخذ كرة، سوزا اخذ الكرة الصافرة على فلوريس. نعم، قرار سليم من حكم اللقاء، قرار سليم، مخالفة على فلوريس. فلوريس يحاول يوهم حكم اللقاء انه انت ظلمتني، ويتكلم مع الحكم المساعد. فلوريس خلاص، الحديث الجانبي غير مقبول. القرار سليم جاء من حكم اللقاء، من اكثر اللاعبين احتجاجات، مخالفة ركلة حرة مباشرة جاءت على فلوريس، والقرار اعتقد انه جاء سليم من حكم المباراة المساعد. نعم، فلوريس من ارتكب المخالفة الماضية، وبالتالي يستحق العربي المخالفة، ويستحق فلوريس البطاقة الصفر. تشيكو بنية جسمانية قوية جدا لتشيكو، ركلة حرة مباشرة إذا لمصلحة النادي العربي الآن على الجهة اليمين. العربي عند كرة ثابتة يبحث عن هدف الأول في المباراة بكرة ملعوبة عرضية ساقطة إلى منطقة الجزاء، لكن مباشرة راحت هنا إلى يد حارس المرمى الأمين كلود أمين.
فلاديمير يلعب الكرة في الجهة اليمين إلى محاولة تعود من جانب الأخوية. الأخوية في محاولة ملعوبة عند نام تيهي، اللعيب نام تيهي، الفنان نام تيهي، الهادئ نام تيهي. هذه كرة ملعوبة إلى محاولة قادمة لكنها تقطع. واصلة لخارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية الآن لمصلحة نادي الأخوية على الجهة اليمين من نحلة الأخوية نام تيهي. رجع الكرة في الخلف إلى تشيكو. تشيكو يلعب كرة ممتازة باتجاه المساكني، والمساكني تسديدة لكنها تذهب هنا عند ديوكو. ديوكو حاول يلحق في الكرة لكنها إلى خارج أرضية الملعب، واصلة كركلة مرمى. ركلة مرمى. تشيكو على الصورة، تشيكو فلوريس. هذه الكرة الماضية الملعوبة باتجاه المساكني. مساكني ربما فكر أنه يلعب كرة عرضية إلى ديوكو أكثر من أن يكون سدد الكرة الماضية، لكنها على أي حال مرت إلى خارج أرضية الملعب لتصبح الآن ركلة مرمى. ركلة المرمى ملعوبة طويلة واصلة باتجاه فلوريس. تشيكو، تشيكو يلعب الكرة من الناحية اليسار إلى محاولة فيها صافرة ومخالفة، ركلة حرة مباشرة لمصلحة النادي العربي. الكرة معادة إلى الخلف. أحمد صالح يلعب الكرة عند خط الدفاع لتمرر وتنقل طويلة للأمام دامي تراوري. صافرة ومخالفة، ركلة حرة مباشرة. التوقفات بدأت تكثر الآن وهذا ما يفسد حقيقة قيمة المباراة اللي كانت عليه في أول 10 دقائق منها. كانت أسرع، كانت أفضل، كان الوصول إلى المرمى أسهل. العربي يبدو أنه ما عدا هجمة سوزا ليس له أي حضور يسجل أمام مرمى أمين، كلود أمين حارس مرمى نادي الأخوية. صافرة من حكم اللقاء يطلب فيها الجهاز الطبي في التدخل لإسعاف لاعب النادي العربي الواقع على أرضية الملعب الآن. أحمد فتحي الواقع على أرضية الملعب يعاني من إصابة. أحمد فتحي، سلامات لأحمد فتحي. اللعب يتوقف. جانب من الجمهور العرباوي الحاضر إلى لقاء هذا المساء، الجمهور الذي ينتظر فريقه أن يحقق نتيجة إيجابية كما فعل في مباراة الماضية في القمة الواعدة ما بين الأخوية والعربي. إذن اللعب متوقف حتى الاطمئنان على سلامة أحمد فتحي الواقع على أرضية الميدان. العربي يريد الانتصار حتى يقترب من المربع أكثر من مصلال ويدرك بأن مصلال المنافس هو الآخر على المربع. جمال بلماضي الذي يتابع المباراة خلف الأسوار. كرة معادة إلى الخلف. إلى محاولة في وسط الملعب الآن. النادي العربي عند محاولة ملعوبة إلى باولينيو. مقطوع الكرة لخارج أرضية الملعب. الشيء الذي لا يلاحظ حقيقة هو جواد نيكوناب. لا يلاحظ له حضور في المباراة، اللاعب الجديد في دوري النجوم. سيد أشكان الذي يتغيب عن المواجهة يتابع من مباراة جواد نيكوناب الذي صرح بأن فريقه جاهز لهذه المباراة، جاهز لتحقيق الانتصار من أمام الأخوية. كرة ملعوبة إلى عرضية مقطوعة بقبضة اليد على طول لخارج أرضية الملعب لتصل ركلة ركنية هناك في الاتجاه الآخر، في حين ديوكو
قال بأنه لا يوجد حقيقة مباراة سهلة في مسابقة الدوري. أحمد فتحي يبدو أن إصابته بالغة، لذلك يتم الزج بأحمد النحوي. سلامات لأحمد فتحي، ألف سلامة عليه إن شاء الله. أحمد النحوي جاء بديل، والكرة الركنية الآن ملعوبة إلى منطقة الجزاء لكنها تذهب إلى خارج أرضية الملعب. حاول أن يستغل الرياح، يرسل كرة عرضية تلتف على مرمى كلود أمين لكنها ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. كرة ملعوبة إلى محاولة تنتقل على جهة اليسار الآن لصالح النادي العربي. أحمد صالح خلفان، عليه ضغط والكرة إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية، مهمة شاقة يبدو أنها أمام الأخوية في هذه المباراة. ركلة ركنية لمصلحة النادي العربي، ملعوبة الركلة الركنية إلى منطقة الجزاء على طول. دفاع من الأخوية يبعد الكرة، والعربي يأخذ الكرة مرة أخرى من جديد، يلعب الكرة العرضية إلى منطقة الجزاء. المحاولات تستمر وتتكرر لكن حتى الآن أي من المحاولات لا يستثمر. هذه كرة ملعوبة على جهة اليسار طويلة جدا لتصل عند بوعلا مخوخي، اللاعب الأكثر حضورا من بين لاعبي النادي العربي. راحت الكرة الحين في الجهة اليسار لصالح نادي الأخوية، انطلاقة لنادي الأخوية من الجهة اليسرى وتمريرة ملعوبة في اليسار، مرور يا سلام عرضية من خالد مفتاح لكنها مقطوعة. الأخوية واضح أنه يعاني في الطرد الذي تعرض له مدافع محمد ريزور، لذلك محمد موسى يأتي كمدافع في مباراة اليوم، وكذلك طرد مدربة في المباراة الماضية جمال بلماضي الموقوف ثلاث مباريات منها هذه المواجهة. عادل لامي إلى خارج أرضية الملعب، الكرة واصلة إلى خارج أرضية الملعب. أيضا من الغيابات أحمد ياسر بالنسبة لنادي الأخوية، مشكلة كبيرة جدا على مستوى الجدار الدفاعي لنادي الأخوية سواء بغياب أحمد ياسر أو حتى تريزور. هذه كرة ملعوبة الآن، انطلاقة لصالح نادي العربي، التمريرة غير موفقة، راحت باتجاه حارس المرمى، راحت باتجاه حارس المرمى. التمريرة ما كانت موفقة أبدا، ضاعت على النادي العربي. تمريرة جواد نيكونام ليس له بروز في مباراة اليوم أبدا. كرة ملعوبة إلى الخلف، محمد موسى، تشيكو فلوريس، نصف ساعة في شوط المباراة الأول. خالد مفتاح، لويس مارتن جونيور، جونيور إلى خالد مفتاح إلى تشيكو. محاولات تبقى بهذا الشكل الآن من جانب لاعبي نادي الأخوية. عند كريم بوضيف، كريم بوضيف يمرر الكرة إلى الأمام لتقطع الكرة وتعود مرة أخرى. جواد نيكونام يمرر الكرة ممتازة، والمحاولة تذهب إلى الأمام لتقطع وتعود إلى صالح نادي الأخوية. هل سيستمر العربي بهذا الحال وهل سيبقى بهذا الشكل بهذه الصورة؟ أعتقد أنها ليست الصورة المناسبة للنادي العربي أن يخوض فيها هذه الجولة من أمام نادي الأخوية، وهو الذي يهتم بأن يحقق النقاط الثلاث من أجل أن يقتضع المربع الذهبي مؤقتا حتى يرى مباراتي أم مصلال وكذلك السد. وأيضا نقول وأنه ليس من المنطقي أن يقدم العربي مباراة كهذا بعد حقيقة جملة تغييرات حدثت في الميركاتو الشتوي. يجب أن يكون عنده حضور أفضل من هذا الحضور النادي العربي. عربي الأحلام، وما زالت الأحلام مستمرة حتى الآن، الأحلام مستمرة، الأحلام لا تتبدل إلى واقع بالنسبة لجماهير العربي. كيف للأحلام أن تكون واقعا كما كان عليه واقع الأمر في سنوات مضت، سنوات أصبحت قصتها للسلوى. هذه كرة ملعوبة الآن إلى الأمام، إلى محاولة من خالد مفتاح لكنها من خالد تذهب إلى وسط الملعب. عند كريم بوضيف، كريم بوضيف يأخذ كرة، كريم، كريم في تقدم الأمام، عليه ضغط أكثر من لاعب، يحاول الفرار، والمحاولة ممتازة من كريم، ذكي جدا كريم، يلعب كرة عرضية لكنها سهلة عند حارس المرمى رجب حمزة. رجب
تمريرة قصيرة إلى خوخي بوعلام. الكرة في وسط الميدان إلى محاولة عند أحمد صالح خلفان، مرر أحمد خلفان لكن ما كان موفق في الكرة الماضية، اندفاعه قلل تركيزه في التمريرة الأخيرة. هذه كرة إلى نامتيهي، عدى بشكل ممتاز نامتيهي، أخيرا فيها صافرة ومخالفة لصالح نامتيهي بالجهة اليسار. شوف التدخل اللي كان من أحمد النحوي، بالتالي صافرة مخالفة ركلة حرة مباشرة. أحمد النحوي ينال على بطاقة صفراء على إثر التدخل الأخير، وهو اللاعب الذي أصلا جاء بديل مكان أحمد فتحي بعد إصابة أحمد فتحي. أول التبديلات الاضطرارية جاء أحمد النحوي، ركلة حرة مباشرة لمصلحة نادي الإخوية الآن في الجهات اليمنى. الإخوية عند مخالفة موجودة عند تشيكو فلوريز، يستعد لي أو نامتيهي، لكن تشيكو فلوريز يحاول أن يستثمر الكرة العرضية التي ينتظرها من نامتيهي أن تكون على مقاسه ومناسبة له. ركلة حرة مباشرة ملعوبة إلى منطقة الجزاء بالرأس تبعد، ثم كرة الباكور لتعود مرة أخرى، محاولة التسديد لتصل باتجاه حارس المرمى مباشرة عند حارس المرمى رجب حمزة. رجب حمزة يلعب كرة طويلة إلى الأمام لتصل مباشرة عند حارس المرمى كلود أمين. كلود أمين تمريرة معادة إلى الخلف، والكرة على طول إلى الجهة اليسار، ثم محاولة انطلاق ومرور، والفرصة ما زالت جارية والمحاولة ما زالت قائمة لصالح النادي العربي في الجهة اليمنى. صافرة وخطأ ركلة حرة مباشرة. جواد ليكونار يعني لاعب متقدم في السن، كان الأفضل الاستعانة بنوعية أخرى من اللاعبين، أكثر حيوية أكثر نشاط. ليكونار الذي يتوجه لتنفيذ الكرة الثابتة عمره 35 سنة، لعب في نادي باز الإيراني عام 98 إلى 2005، ثم الوحدة الإماراتي سنة واحدة، بعد ذلك سنة واحدة لم تستكمل مع الشارقة، ثم انتقل إلى أوساسونا، أكثر من نادي، عاد إلى إيران. ركلة حرة مباشرة عند جواد ليكونار، يلعب كرة عرضية ممتازة، الله! أوه! العربي صمت كثيرا ونطق أخيرا وعاد كما كان كبيرا، سجل هدف الأول عبر البديل أحمد النحوي. تألق النحوي مع الكرة الثابتة اللي أرسلها بالمقاس جواد ديكونام، جواد حطها على راسه، وراسه ما تخيب وراسه ما يخيب، والكرة يسجل فيها العربي الهدف الأول. ممتاز يا أحمد، ممتاز يا أحمد. أحمد النحوي طلع في كرة رأسية حطها في المرمى على يسار حارس المرمى كلود أمين، يسجل العربي هدف الأول. برافو يا أحمد النحوي. 1-0 يتقدم الآن النادي العربي بعد كرة رأسية ممتازة جاءت من أحمد النحوي، سجل فيها هدفا أولا لصالح فريق النادي العربي. 1 للعربي في لحظة لم يتوقعها الأخوية بعد مضي 35 دقيقة. الأخوية كانت حصون مؤمنة ما عدا في حالة واحدة، في كرة كانت لسوزا، لكن من كرة ثابتة تمكن العربي أن يستثمر الكرة الثابتة ويسجل هدف واحد. الفلسفة الإيطالية تنجح، الفلسفة الإيطالية لجيان فرانكو زولا تنجح. هذه كرة ملعوبة عرضية لكنها تقطع لتعود مرة أخرى في صالح العربي. العربي الآن في كرة فيها احتجاز يا حكم، فيها احتجاز يا حكم، لا هذه ما أتفق معك فيها، هذه ولن أدعها لي حتى للزملاء في برنامج الحكم، هذه أحكم عليها فيها مخالفة. العربي لم ينظر في أمرها. الكرة على كل حال إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت، رمية جانبية. رمية جانبية إذا من الجهة اليسار. شوف التدافع اللي كان موجود في منطقة الجزاء على كل حال،
وهذه كرة الرأسية الرهيبة جدا من أحمد النحوي وضع كرة في الشباك، هدف أول. عطني كرة على مقاسي أجيب لك هدف، عطني كرة على طبق من ذهب أسجل لك هدف. أحمد النحوي مسؤول عن الكرة الماضية مسؤولية كاملة، كرة جاءت على رأسه بشكل دقيق جدا من جواد نيكونام، استثمرها وسجل هدف الأول. الكرة ملعوبة ممتازة للنادي العربي، فيها لمسة يد. خميس الكواري أعلن عن الكرة الثابتة الآن، يطلب من لاعبين العربي الهدوء، ويطالبون لاعبين العربي بطاقة صفراء لتشيكو فلوريس. إذا ما حصل فلوريس على بطاقة أخرى سيتعرض للطرد إن صحت لمسة اليد بالكرة الماضية. يعني من حق خميس الكواري أنه لا يعلن عن بطاقة أخرى، هو احتسب رمية جانبية، حتى من حقه لا يحتسب مخالفة لأنه الكرة كانت بالرأس ما كانت حقيقة في يده. هذه الكرة موجودة للنادي العربي على الجهة اليسار. خميس الكواري ممتاز في قرار الماضي في استمرار اللعب وعدم وجود مخالفة للنادي العربي. هذه الكرة الآن من الجهة اليسرى مقطوعة من اللاعب الذي مناط عليه أدوار مختلفة في لقاء هذا المساء كظهير أيمن. كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت، رمية جانبية. رمية جانبية من الجهة اليسار. مشكلة الأخوية أو تحديدا مع فلاديمير فايز أنه لاعب لا يمكن أن يقدم أدوار دفاعية بعكس إسماعيل محمد، لكن هجوميا فلاديمير فايز خدم الأخوية كثيرا. هذه الكرة ملعوبة إلى كريم بوضيف. كريم بوضيف يلعب الكرة في الجهة اليسار الأخوية في محاولة الرد، والكرة ملعوبة لكنها إلى خارج أرضية الملعب، وبعدت بشكل ممتاز. أحمد النحوي يسجل هدف وينقذ فريقه من هدف. إبداع ما بعد إبداع أحمد النحوي، حضور ذهني عالي جدا ما شاء الله تبارك الله في مباراة اليوم، يقدم أداء عالي أحمد النحوي، والكرة ملعوبة لتذهب إلى فلوريس. فلوريس يتابع كرة معادة إلى الخلف، ترجع الكرة واصلة عند كلودامين. كلودامين مع كرة على طول تلعب إلى تشيكو. تشيكو يلعب الكرة في الجهات اليسار، واصلة الآن لمصلحة نادي الأخوية. كريم بوضيف يحضر الكرة في وسط الملعب، لكن العربي حقيقة انضباط تكتيكي عالي جدا. هذا الانضباط يصعب من مهمة نادي الأخوية في الوصول السليم إلى منطقة جزاء نادي العربي. الأخوية عند مهاجمين حقيقة شرسين جدا ومتفاوتين. واحد عنده سرعة حركة مثل آلان ديوكو وقوة اندفاع، واحد عنده تمركز ممتاز، عنده فاصل مهاري جيد، عنده ذكاء في حقيقة التعامل مع المرمى. هذا الأداء التكاملي حقيقة يعني أنك تملك هجوم شرس جدا، لكن هذا الهجوم معزول تماما من لاعبين العربي. لاعبين العربي يعزلون وسط ميدان نادي الأخوية عن مهاجمينهم، لذلك لم يتمكن حتى الآن نادي الأخوية من تسجيل هدف أو حتى يعني الحضور بشكل حقيقي في منطقة جزاء النادي العربي. نعم في مرات قليلة تمكن من عبور هذا الدفاع، لكنه لا يتمكن دائما من عبور دفاع النادي العربي، يحتاج إلى دقائق طويلة جدا من أجل أن يعود مرة أخرى بهجمة ضد مرمى رجب حمزة. كرة واصلة إلى رجب حمزة. آخر خمس دقائق في شوط المباراة الأول كيف ستكون؟ هل ينهي العربي شوطه الأول بهذا التقدم بهدف لا شيء، أم أنه المباراة ستستمر على نفس النسق السرعة، وبالتالي الأخوية قادرا على خطف نتيجة تعادل. هذه الكرة ملعوبة، معلم سدد، معلم في وقت كان يفترض أن لا يسدد فيه. الكرة راحت إلى خارج أرضية الملعب. أعتقد أنه هذه المرة خوخي معلم كان المفترض أن يتعامل مع زملائه في الكرة الماضية. شوف زميله فتح معه في الجهة اليمين، عند زميل فاتح معه في الجهة اليمنى، لكنه فضل أن يلعب التسديد مباشرة إلى المرمى لتصل إلى خارج أرضية الملعب. وجد أن هذه الزاوية مناسبة لكنه لم يوفق في إرسال الكرة، راحت إلى خارج أرضية الملعب، أفرط في استخدام القوة في التسديد. الكرة ملعوبة إلى كريم بوضيف. كريم بوضيف يحاول يعدي لكن في كرة مقطوعة. طبعا كان التوقع من الزميل عادل ملا أنه من يلعب في ملعب النادي العربي ويختار مرمى النادي العربي هو من سيفوز في شوط المباراة الأول بهدف بفعل اتجاه الرياض. هذه الكرة ملعوبة الآن، مخالفة على طول للجهة اليسار. المخالفة تعود مرة أخرى بطلب من حكم اللقاء، لتعود المخالفة مرة أخرى في نفس المكان إلى ركاح حرة مباشرة موجودة.
الآن حان وقت أذان وقت صلاة المغرب. تقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، إنه سميع مجيب. هذه كرة ملعوبة الآن لمصلحة النادي العربي، تلعب الكرة طويلة جدا للأمام لتصل بعد ذلك باتجاه حارس المرمى كلود أمين. كلود أمين عنده كرة، وش اللي ممكن يسويه نادي الأخوية في شوط المباراة الثاني من أجل أن يتعادل؟ هذه كرة ملعوبة إلى كريم بوضيف. كريم يلعب الكرة في اليسار، محاولة منقولة طويلة لوسط الملعب، إلى محاولة عرضية ملعوبة باتجاه نامتيهي. نامتيهي سيطر على كرة، والمحاولات ما زالت جارية الآن لصالح نادي الأخوية. منقولة بعرض الملعب على الجهة اليمنى إلى إسماعيل محمد. إسماعيل محمد لعبها عرضية، والتغطية والمتابعة من لاعبين النادي العربي. نجحت الفلسفة الإيطالية، نعم السيد زولا فرض أسلوبه على نادي العربي، وبالتالي العربي فرض أسلوبه على نادي الأخوية، ثم بعد ذلك تمكن العربي من التقدم بهدف دون مقابل في غضون شوط المباراة الأول. الأخوية يواجه عربي بفلسفة إيطالية. هذه كرة ملعوبة الآن في الجهات اليمين، إلى محاولة منقولة خطيرة جدا داخل منطقة الجزاء. شوف التواجد العددي الدفاعي المناسب حتى توزيعهم في منطقة الجزاء، لكن زولا ليس مسؤول عن هذه التمريرة الفاشلة حقيقة، واللي كادت أن تتسبب بهدف في مرمى نادي العربي. التسديدة من ويز مارتن جونيور راحت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. جمال بلماضي بكل تأكيد غير راضي عن أحداث شوط المباراة الأول وما آلت إليه هذه الأحداث بتقدم نادي العربي بهدف دون مقابل. كرة في اليردات الستة، ركلة مرمى لمصلحة النادي العربي، تلعب على طول طويلة إلى الأمام، إلى كرة ملعوبة لصالح العربي طويلة بحثا عن من؟ بحثا عن باولينيو، لا تصل إلى باولينيو، تصل عند فلوريس. فلوريس لعب كرة بالرأس الآن، المحاولة لصالح النادي العربي، تحضير جاري الهجمة بكرة ملعوبة على طول إلى الجهة اليمنى. العربي عنده كرة من الجهة اليمين، المحاولة ما زالت مستمرة، والكرة ملعوبة إلى رمضان، والعرضية من رمضان لكنها إلى خارج أرضية الملعب لتصل كركلة ركنية بعدما ارتدت بأحمد عبد المقصود. آخر دقيقة في شوط المباراة الأول. أبرز أحداث هذا الشوط تغيير اضطراري بنزول نحوي، وكأن هذا التبديل هو فني، لأنه نحوي من سجل الهدف للنادي العربي والهدف الوحيد الذي نعيش فيه أحداث شوط المباراة الأول إلى الآن. هذه كرة ملعوبة عرضية داخل منطقة الجزاء بالرأس، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. ممتازة من أحمد خلفان، ممتازة من أحمد خلفان. سوزا نقل عرضية ممتازة، وأحمد خلفان حولها برأسية أيضا رائعة، ثم الكرة وصلت إلى خارج أرضية الملعب. العرضية وصلت إلى خارج أرضية الملعب. سنشهد الآن الحكم الرابع بكم سيشير وقت بدأ ضايع حسب أمر السيد خميس الكواري. كرة ملعوبة بالرأس من بوعلام. بوعلام يلعب الكرة في وسط الملعب، وقوع والحكم يعطي أدفانتج، والمحاولة ملعوبة على طول بعرض الملعب ممتازة من خوخي بوعلام. نقلات قصيرة بين اللاعبين العربي اللي أخذوا ثقة أكبر بأنفسهم بعد التقدم بهدف دون مقابل. خلاص 45 دقيقة اكتملت الآن في زمن شوط المباراة الأول، نعيش وإياكم الدقيقة المضافة كوقت بدل ضايع. نعيش الدقيقة المضافة كوقت بدل ضايع من جانبي حكم اللقاء السيد خميس الكواري، الذي أشار إلى سعود العذبة بدقيقة. سعود العذبة أعلن عن دقيقة الوقت البدل الضايع. كرة ملعوبة، خلاص شوط المباراة الأول قارب على نهايته. اللعبة الكرة ساقطة إلى منطقة الجزاء على ديوكو. شوط المباراة الأول انتهى فعلا وبهذه النتيجة بتقدم النادي العربي بهدف دون مقابل. آلان ديوكو القادم من أجل أفضل من هذا، من أجل أفضل من هذا الأداء، وهو يهدر فرصة حقيقية لنادي الأخوية من أمام المرمى. استعجل آلان ديوكو قبل أن يصفر حكم المباراة لنهاية شوط المباراة الأول، وأهدر بالتالي فرصة على نادي الأخوية كان بإمكان الأخوية من خلالها
أن يعاد النتيجة شوط المباراة الأول. على كل حال، لماذا تقدم العربي ولماذا خسر الأخوية؟ كان يقول عادل ملا بأنه بسبب اتجاه الرياح قبل شوط المباراة الأول. الآن بعد نهايته ماذا سيقول عادل ملا مع الكابتن خالد الفضلي؟ نتحول بالكلمة والصورة إليهما، والله ولي التوفيق. بداية بعد أن انتهى شوط المباراة الأول بالهدف الوحيد عن طريق أحمد النحوي. النحوي أصلا جاء بديلا للاعب أحمد فتحي بسبب إصابة أحمد فتحي البالغة، ثم تمكن من تسجيل هدف العربي الأول أحمد النحوي. بالمناسبة أيضا حصل على بطاقة صفراء، وفي مباراة الخرطيات والأهلي أيضا نفس الأمر، النتيجة تذهب بهدف دون مقابل في مباراة الخرطيات والأهلي التي تأتي في نفس التوقيت متزامنة مع هذه المباراة، بتقدم الخرطيات على النادي الأهلي بهدف دون مقابل. كيف بدأ المدربين المباراة؟ سنتحدث عن قائمة الأسماء بالنسبة لنادي الأخوية وكذلك بالنسبة لنادي العربي. كلود أمين في حراسة المرمى، في حين يضع من الجهة اليمنى إسماعيل محمد كظهير أيمن، لأنه اضطر أن يسحب محمد موسى لقلب الدفاع لتغيب أحمد ياسر ولطرد تريزور في المباراة الماضية، لهذا لم يكن هناك فرصة إلا أن يضع محمد موسى كقلب دفاع وإسماعيل محمد يشغل الجهة اليمنى مكان محمد موسى، ثم طبعا محمد موسى وفلوريس على اليسار، خالد مفتاح على اليمين، محمد موسى، هذه كرة ملعوبة بعرض الملعب لتقطع. أيضا عندنا في خط الوسط نامتيهي وكذلك لويز مارتن جونيور، كريم بوضيف، أحمد عبد المقصود، وفي خط المقدمة يتواجد الثنائي ألان ديوكو وكذلك يوسف المساكني. بالنسبة للعربي قائمة الأسماء: رجب حمزة، باولينيو، يوسف رمضان، عادل لامي، أحمد صالح خلفان، أحمد فتحي، غادر كما قلنا حل محل نحوي، بوعلام خوخي، محمد شعبان، ألين سوزا، ودامي تراوري، جواد نيكونام. هذه قائمة الفريقين كما ذكرنا على حضراتكم في شوط المباراة الثاني. على ما يبدو أنه لا تبديلات تحدث مع بداية شوط المباراة الثاني، كل مدرب يحافظ على طريقته وعلى الأسماء التي بدأ بها المباراة مع ذا التغيير الاضطراري الذي حدث. هذه كرة ملعوبة الآن إلى الجهة اليمين إلى نامتيهي، نامتيهي يأخذ كرة يتقدم فيها للأمام بحثا عن رفيق، يجد هناك أقصى لاعب على الجهة اليسار المساكني المتحرر من المدافعين خارج من منطقة الجزاء بحثا عن فرصة يتحرر فيها عن الدفاع، وهذه كرة ملعوبة لكنها تقطع. على الأخوية أن يتمسك بأي فرصة تتاح من أمامه، لأنه واضح أن العربي طريقة أسلوبة لن تتيح أبدا فرص لنادي الأخوية على الإطلاق في المباراة. هذه كرة ملعوبة إلى الخلف إلى مصلحة الأخوية، عدد كبير جدا من اللاعبين حينما تكون الهجمة مع الأخوية يكونون في المنطقة التي ما بين خط الجزاء وما بين خط وسط الميدان في ملعب النادي العربي. هذه كرة ملعوبة إلى صالح النادي العربي على طول اللعب، جواد نيكونام أداء غريب مستغرب، العادة العرضية اللي لعبها جواد نيكونام في المباراة، لاعب عمره 35 سنة، واضح أنه ما عنده الشيء الكثير ليقدم للنادي العربي. لا أتفهم حقيقة مسألة استقطاب لاعب بهذا العمر، يعني أنت تحتاج إلى لاعب أكثر حيوية وأكثر نشاط. هذه كرة ملعوبة إلى أحمد صالح خلفان، أحمد صالح خلفان يأخذ كرة يحاول التقدم من بين ثلاث مدافعين، لكن الكرة مقطوعة لتعود الآن في وسط الملعب، الكرة موجودة وسط الميدان على طول من بوعلام خوخي، بوعلام خوخي يلعب كرة في الوسط، نقلات بينية وقصيرة بين لاعبي الأخوية، والكرة تمرر على طول بعرض الملعب إلى كريم بوضيف، كريم بوضيف يلعب الكرة في الجهة اليمنى لتصل إلى إسماعيل، إسماعيل يأخذ كرة يحاول يمر، إسماعيل تقدم الآن وانطلق، إسماعيل وصل للمكان المفضل بالنسبة له، وصلت الكرة عند يوسف المساكني، المساكني الكرة تصطدم بالدفاع، هذه الجموع الدفاعية، هذا الحضور الدفاعي الغفير، أعتقد أن اجتيازه أمر معقد جدا، أنت أمام تركيبة إيطالية أصلية قوية، لا يمكن تفكيك هذه التركيبة بسهولة، الكرة واصلة إلى خارج أرضية الميدان، واصلة كركلة مرمى في اليردات الستة لمصلحة النادي العربي. رجب حمزة ثلاث تسديدات ولا واحدة باتجاه المرمى بالنسبة ليوسف المساكني. هذه كرة ملعوبة الآن، المحاولة موجودة لصالح نادي العربي تقطع وتعود مرة ثانية، أو أنه الكلام على مستوى الأخوية،
هذه الكرة موجودة الآن للخوية على الجهة اليسار، إلى تمريرة تقطع وتعود مرة ثانية لصالح النادي العربي الذي يريد أن يلعب الكرة المرتدة ويستفيد من الكرة المرتدة. المحاولة منقول للأمام، بوعلم خوخي، خوخي وصل، خوخي وصل في حدود منطقة الجزاء، لكن الكرة تقطع لتعود الآن في وسط الميدان. هجوم قادم بتمريرة ملعوبة على الجهة اليسرى لصالح نادي الخوية، يسيطر على الكرة وتمرر في وسط الميدان. كريم بوضيف، كريم بوضيف يلعب الكرة إلى الجهة اليمين الآن باتجاه محمد موسى، موسى يتقدم إلى مكان مفضل في الجهة اليمنى كمهاجم. المحاولة إلى لويس مارتن جونيور، الكل يهاجم الآن من أجل العودة بالنتيجة والتعادل. الكرة معادة إلى خالد مفتاح، مفتاح قرار لم يكن صائب، لم يوصل الكرة بشكل صحيح، وبالتالي الهجمة تعود مرة أخرى مريحة بالنسبة للنادي العربي حينما يبدأ في تكوينها الإخوية بهذا الشكل. الكرة مقطوعة لتعود إلى باولينيو، باولينيو يمرر الكرة بالخطأ، التمريرات الخاطئة مزعجة على الفريقين. الكرة واصلة الآن على طول في وسط الميدان لصالح نادي الإخوية بتمريرة على طول تتمرر وتنقل إلى كريم بوضيف. كريم مرر الكرة ممتازة باتجاه خالد مفتاح، خالد يأخذ كرة في الجهة اليسار يلعبها عرضية لكنها راحت ومرت سهلة باتجاه رجب حمزة. المفروض العرضية تكون إلى خارج منطقة الجزاء بالجهة المعاكسة. أحمد خلفان، تمريرة ملعوبة للجهة اليمنى، نقلات قصير بين لاعبين الأخوية، واضح أن الأخوية عنده عجز كبير جدا في صناعة الهجمات. هذه الكرة ملعوبة الآن إلى اليسار، إلى أقصى اليسار، التفاهم يحتاج إلى وقت طويل جدا ما بين يوسف المساكني وآل ديوب، هناك حالة من عدم الانسجام بين الاثنين، لذلك لا تجد الاثنين يتعاونان بشكل جيد. بعيدا عن عزلة لاعبي وسط الميدان عن المهاجمين أو عزلة المهاجمين عن لاعبي وسط الميدان، لكنه يبقى الاثنين غير متفاهمين، يعني تجد أنه لا يوجد انسجام، لا يتعامل مع الهجمة أو لا يتعاون في الهجمة حينما تكون لمصلحة نادي الإخوية. هذه الكرة موجودة إلى خوخي معلم، خوخي، خوخي حاول في كرة فيها صافرة مخالفة. إذا قلنا بأن ما في تعاون بين الاثنين هذا لا يعني بأنه هناك أنانية، لكنه هناك عدم انسجام، هذا الفرق. كرة فيها مخالفة، ركلة حرة مباشرة موجودة لمصلحة النادي العربي تأتي على مسافة بعيدة. النادي العربي عنده كرة ثابتة على مسافة بعيدة. خوخي معلم عند الكرة الثابتة، اتجاه الريح أو الرياح تعاكس معلم بعد أن كانت في صالح النادي العربي بشوط المباراة الأول، الآن تعاكس النادي العربي. ركلة حرة مباشرة موجودة عند خوخي معلم، وينتظر هنا ويترقب جمال بالماضي الذي يبحث في المباراة عن هدف تعادل، ويبحث في لاعبين عن منقذ يعود بالمباراة إلى نقطة التعادل. خوخي معلم وكرة ثابتة موجودة لنادي العربي من مسافة بعيدة، اثنين فقط حائط الصد يكتفي بهما نادي الإخوية وحارس مرمى كلود أمين. كريم بوضيب أو خوخي معلم يسدد كرة، أوه أمين يثق بقدراته أكثر من ثقته بلاعب حائط الصد، ما كان بحاجة إلى أرقام تحتشد من أمامه، هو يثق بقدرته يبعد الكرة رغم أنها كانت كرة صعبة جدا، اختلف اتجاهها، ضربت في الأرض قبل وصولها إليه، ولكنه تألق معها أبعدها بقبضة يده إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية في صالح النادي العربي، ملعوبة الركلة الركنية. العربي أصبح أكثر ثقة بنفسه بعد ما تقدم بنتيجة الهدف، وقلنا بأنه أصبح يتجرأ أكثر على الإخوية منذ فوزه الأول في الدوري، في مسابقة الدوري على الإخوية في القسم الأول. كرة طالت، كرة طالت لتعود الآن، ملعوبة إلى الأمام، كريم بوضيف يتدخل في كرة واصلة أخيرا إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى، واصل أخيرا إلى ركلة مرمى. كريم بوضيف يتابع الكرة، هل يتحرك مدرب نادي الإخوية إلى تبديل سريع الآن في شوط المباراة الثاني في ظل الوضعية التي أعتقد إن استمرت مجرد استهلاك للوقت، مجرد استهلاك للوقت، لا بوادر تذكر من جانب نادي الإخوية تشعر وأن هدف التعادل أصبح قريب أكثر من أي وقت مضى. الرياح التي تعاكس العربي تصعب مهمته في شوط المباراة الثاني. محمد رزاق
هو الاسم الذي ربما يبدو الأجهز من لاعبي الأخوية إلى أن يكون حاضرا في شوط المباراة الثاني. كرة ملعوبة في الجهات اليمين، محاولة تعود إلى الخلف، منقولة عرضية من لويس مارتن جونيور، أو العرضية كانت من نامتي، هي وصلت الآن عند رجب حمزة. أسماء نامتي، هي يوسف المساكني، ألان ديوكو، كريم بوضيف، لويس مارتن جونيور. أسماء مميزة، كرة ملعوبة الآن طويلة للأمام إلى محاولة لصالح النادي العربي، لكنها تقطع وتعود من جانب نادي الأخوية. الأخوية تأثر صورة هذا العام كثيرا. الأخوية من يتوقع الفريق الذي جاء كبيرا من أول أعوامه، من أول مواسمه، يختلف عن الجميع. جاء كبير من أول إطلالة، اليوم يتعرض لهزة كبيرة في هذا العام، بتراجع إلى المرتبة الثالثة، وبصعوبة حقيقة حضوره في المنافسة بهذا العام. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، أصبحت ركلة ركنية لصالح نادي الأخوية. الأخوية وركلة ركنية، ليس كل اللاعبين يتواجدون الآن في منطقة الجزاء، أربع لاعبين خارج منطقة الجزاء. هذه كرة ملعوبة داخل المنطقة، فلوريس يلعب كرة ممتازة، لكن رجب حمزة فطن بعد الكرة لخارج أرضية الملعب. ركلة ركنية من جديد مرة ثانية في صالح نادي الأخوية. الركلة الركنية، الأخوية يدق باب العربي، يدق باب العربي، لكن رجب حمزة لا يفتح الباب. الكرة ملعوبة إلى منطقة الجزاء، إلى رأسية، لكن إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية في الاتجاه الآخر، هي الركلة الركنية الثالثة في نفس التوقيت لصالح النادي الأخوية، اللي يملك ركلة ركنية ثالثة لكنها في الاتجاه الآخر بعد كليكت. ثاني مرة في الركلة الركنية الماضية التي أبعدت إلى ركنية في الاتجاه المقابل عند نامتيهي. نامتيهي يتحرك من اليسار إلى اليمين لينفذ ركنية، لكنها هذه المرة غير موفقة لتعود في صالح النادي العربي. راحت الكرة عكسية للنادي العربي في الجهة اليمين. سوزا، سوزا يا سلام، ممتاز، مهاري، سوزا عدى، تقدم سوزا، مر منهم سوزا، ما زالت الكرة معه، يمرر الكرة لكنها مقطوعة، ترجع في صالح نادي الأخوية. كريم بوضيف تقدم، كريم بوضيف في كرة مرتدة ملعوبة وسط الميدان، والكرة فيها صافرة مخالفة، ركلة حرة مباشرة الآن لصالح النادي العربي. النسور تحصل على مخالفة، ركلة حرة مباشرة. هذه الكرة موجودة الآن في الجهة اليمنى، المحاولة في محاذاة منطقة الجزاء، ملعوبة عرضية، الله، نامتيه تعامل خيالي بل مثالي مع الكرة الماضية. الكرة جاءت في القائمة الأيمن، ضاعت الفرصة على نادي الأخوية بعد كرة رائعة جدا ذكية من نامتيه، أرسلها ساقطة هناك. هل تعمد ذلك؟ هل قصد ذلك؟ أم أنها الكرة اتجهت حيث لا نية لنامتيه أن تتجه الكرة بهذا الشكل؟ على كل حال، فرصة خطيرة كانت لصالح نادي الأخوية، ضاعت في القائم اليمين، ضاعت في القائم اليمين. هل نامتيهي تعمد ذلك أم أنه حينما لعب الكرة قال اذهبي حيث شئت؟ هذه كرة ملعوبة الآن في الجهة اليمين لتعود في صالح نادي الأخوية الذي يستحوذ على كرة في وسط الملعب. مباراة أعتقد بأنه الأخوية لم يتوقع أن تكون بهذه الصعوبة، بهذا الشكل، بهذا الانضباط التكتيكي الذي هو عليه النادي العربي في مباراة اليوم. حينما تتحدث عن الأفراد فجميعنا يعلم بأنه على المستوى الفردي نادي الأخوية يملك أفرادا على قيمة عالية، متفوقين، لكن إن كان الحديث على المستوى الجماعي فالأخوية ليس الأفضل أبداً، لا تصنف من أفضل الفرق جماعياً من قدومه لدور النجوم. لم أجد الأخوية مقنع على المستوى الجماعي. نعم يقنعك على المستوى الفردي عند أفراد مميزين جماعياً، أبداً لم أجد أن الأخوية كان قادر على قول كلمة في يوم من الأيام بأداء جماعي، لكن العربي مذهل جداً في الأداء الجماعي بمباراة اليوم. أداء جماعي حقيقة واضح وملموس بالنسبة لنادي العربي. الكرة ملعوبة إلى الجهة اليمين عن طريق جواد نيكولام لخارج أرضية الملعب، رمية جانبية.
الكرة لخارج أرضية الملعب، رمية جانبية وجانب من الجماهير العرباوية التي تصارع برودة الطقس من أجل فريقها، لأجل عين تكرم مدينة. الكرة لصالح الأخوية الآن في اليسار، ملعوبة إلى وسط الميدان مقطوعة، ترجع مرة ثانية. كرة في وسط الملعب، جواد نيكوناب. الحاجة المثالية في أداء جواد نيكوناب هو طبعا ضبط إيقاع اللعب بالنسبة لنادي العرب، تمريراته ممتازة وهدوء، لكنه يفتقد لعامل النشاط والحيوية. مثل هذه الكرة، عامل الخبرة يلعب دور كبير في الكرة الماضية لجواد نيكوناب. راحت الكرة في الجهة اليمين إلى محاولة عرضية منقولة داخل منطقة الجزاء مقطوعة، تعود لصالح النادي العربي إلى الخلف. قطعت الكرة بشكل سليم، ما فيها مخالفة. هذه المحاولة تعود إلى النادي العربي مرة أخرى، إلى كرة للجهة اليسار. خوخي معلم أحد أهم العناصر لسنوات بالنسبة لنادي العربي. الحكم خميس الكواري يرى في الكرة الماضية رمية جانبية، لعبة الرمية الجانبية والكرة ملعوبة في صالح الأخوية وسط الميدان، انطلاقة على اليسار. النتيجة معك 1-0 من أحمد النحوي بعد ربع ساعة في شوط المباراة الثاني. كرة ملعوبة، إلى محاولة منقولة طويلة للأمام لتصل بعد ذلك إلى رجب حمزة. نادي الأخوية أفضليته بدأت تتضح الآن، عنده رغبة في العودة بنتيجة المباراة وتسجيل هدف التعادل. الكرة لخارج أرضية الملعب إلى الأوت، رمية جانبية. في وسط الميدان لويس مارتن جونيور. جونيور يلعب الكرة في الجهة اليمين، محمد موسى. أحمد خلفان ممتاز، برافو عليك أحمد، يخطف الكرة. أحمد خلفان يلعب كرة للمميز جدا خوخي بوعلام، المميز والنشط جدا ما شاء الله خوخي بوعلام، الذي يحافظ عليه النادي العربي لسنوات وسنوات، لأنه كثير من الأندية في قطر خطبت وده، حاولت أن تضم خوخي بوعلام، لكن خوخي مستمر إلى جانب النادي العربي لأنه يريد ذلك ولأن العربي يريده. الكرة ملعوبة إلى أحمد خلفان، كرة في وسط الملعب، ملعوبة بالوسط، ممتازة من شعبان، تقدم شعبان إلى جواد نيكوناب، تمريرة من جواد على طول منقولة قصيرة واصلة في وسط الملعب لتصل على الجهة اليسار عند عادل لامي. يلعب كرة ممتازة طويلة إلى الأمام إلى باولو، كرة مقطوعة من باولو سيرجيو لتصل الكرة في وسط الملعب. كريم يلعب الكرة إلى ألان ديوكو، يأخذ كرة في الجهة اليسار، يحاول يعدي ألان ديوكو مع الكرة منقولة، لكنها تقطع كرة ألان ديوكو. في هذه الحالة هل سيتمكن الأخوية من التسجيل بهذا الأسلوب؟ ومدربة لا يعالج موقف فريق أبداً، لأنه يدرك بأن على دكة البدلاء ربما ليس هناك من أسماء تسعف لأن يتغير الحال للأفضل، ليس هناك من الأسماء ما هو أفضل من الأسماء الموجودة الآن والمطروحة في ملعب المباراة. هل يندم الأخوية على لاعب بإمكانيات فلاديمير فايس؟ ياما فلاديمير فايس في المسابقة الآسيوية وفي الدوري المحلي في مثل هذا الوقت، يلا يا فلاديمير تعال أنقذ الموقف، وفلاديمير ينقذ الموقف. لكن اليوم فلاديمير سيلتفت عاد الملعب الماضي ليس يمنة ويسرة، لأنه الريدي أعلى المدرجات، سيلتفت صوب دكة البدلاء يبحث في الأسفل عن اسم فلاديمير فايس، لن يجد فلاديمير فايس، تنازل عن فلاديمير فايس، خسر فلاديمير فايس لاعب بإمكانه اليوم أن يصنع له الفارق.
ركلة حرة مباشرة للنادي العربي على طول، تلعب إلى الأمام في وسط منطقة الجزاء بقبضة اليد من حارس المرمى أمين. وصلت الكرة لصالح الخوية العربي، يستعيد كورته العربي عند محاولة الآن وانطلاق. يا سلام يا سلام، ضاعت الفرصة على العربي وضاعت الفرصة على أحمد خلفان. سأسامح على جمهور العربي أن يسامح أولا على تحركه الجميل. نعم لم يكن هناك من مبرر لإهدار الفرصة، لكن كان التحرك جميل جدا، ساعد صانع اللعب على أن يوفر له كرة مناسبة. الكرة للأخوية ومحاولة للتسديد، الله، وصلت لخارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى الآن لمصلحة نادي العربي. المباراة حامية الوطيس، هذه محاولة وثم أتبعها محاولة لنادي الأخوية، ولكن محاولة الأخوية إلى خارج أرضية الملعب شفنا به عدى، وصل كرة إلى لويز مارتن، مارتن سدد كرة إلى خارج أرضية الملعب. لا يتركون فرصة أبدا لأن أن ترى المرمى بشكل مناسب. الدفاع العربي ما يعطونك الفرصة لأن تشاهد مرماهم ومرمى رجب حمزة. مرمى رجب حمزة ليس عاريا، فصدور لاعبي نادي العربي درعا أمام تسديدات لاعبي الأخوية لهذا الفرصة حتى الآن لا تسمح لنادي الأخوية بشكل سليم ومناسب. الكرة من خوخي معلم، خوخي معلم يمرر الكرة قصيرة تذهب إلى جواد نيكونام، نيكونام يحول اتجاه اللعب على أقصى اليمين إلى محاولة واصلة الآن لمصلحة النادي العربي. العربي عند محاولة تتمرر، باولو سيرجو، سيرجو عاد الكرة في الخلف ثم الكرة إلى خوخي معلم، معلم يلعب الكرة بالجهة اليسار، محاولة الانطلاق والمرور. يا سلام يا سوزا، يا سلام يا لعيب، الله يا سوزا، لكن كرة سوزا وصلت عند حارس المرمى كلود أمين. سوزا يبان في شوط المباراة الثاني أكثر، يبان في شوط المباراة الثاني أكثر، أداء رائع في شوط المباراة الثاني، مهاراته بدت واضحة في شوط المباراة الثاني، القلق بدا واضحا على دفاع نادي الأخوية من سوزا. سوزا يوزع، سوزا يعدي، سوزا يمتئ، سوزا يعمل كل شيء في شوط المباراة الثاني. سوزا رائع، سوزا صفقة ممتازة جدا لنادي العربي، سوزا إضافة فنية واضحة في النادي العربي في القسم الثاني. وكرة فيها صافرة على كل حال ومخالفة موجودة في الجهات اليسار. الحالة الفنية للعربي عالية جدا مع سوزا. صافرة وخطأ موجودة، الكرة لصالح النادي العربي. من يتحرك عادل لامي صاحب الخبرة يطالب زملائه بالهدوء. حكم المباراة يضبط حائط الصد، لاعب واحد فقط موجود حائط صد، وركلة حرة مباشرة ملعوبة من عادل لامي. لامي يلعب الكرة بأقصى اليمين لكنها بعيدة 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 إلى خارج أرضية الملعب. راحت وصلت إلى باولينيو، أو رمية جانبية الآن لمصلحة نادي الأخوية على الجهة اليسار. الرمية الجانبية، العربي يتحرك لإجراء تبديل، تصوروا ذلك، هو من يتحرك قبل الأخوية، يتحرك من أجل إجراء تبديل. الأخوية المتأخر لا يستبدل أحد، والعربي هو من يتحرك لهذا التبديل. جمال بلماضي مع تليفونه، ممكن عمل اتصال يطلب تبديل الآن. الكرة ملعوبة، وهذا يدعنا نضع تساؤل الآن في قانون كرة القدم، هل أصبح إبعاد المدرب عن دكة البدلاء ووجوده في مقاعد الإعلاميين أو اللاعبين في المدرجات، اللاعبين مستبعدين من المباراة؟ هذه كرة ملعوبة عرضية داخل منطقة الجزاء، فرصة خطيرة إلى محاولة عند ديوكو، رجب حمزة، يا سلام يا سلام، رجب الأسد ينقض على الكرة الماضية ويحصل على مخالفة ركلة حرة مباشرة بدخول ألان ديوكو. ألان ديوكو دخول كان صعب الكرة الماضية. الأخوية أيضا يتحرك لإجراء تبديل الآن. على أي حال أقول بأنه إبعاد المدرب، هل ما زال هو أمر جدي في عالم كرة القدم مع وجود التقنية الحديثة؟ يعني بإمكان اتصال حتى عبر شبكة النت، يعني ما راح حتى يكلف أي مبلغ، ويمكن بعد أن تشاهد كرة القدم من الأعلى أفضل من أن تشاهدها من الأسفل، يمكنك أن تتتبع حقيقة الخطوط بالنسبة للفريق بشكل أوضح والأداء الفردي أيضا بشكل أوضح.
فهل ما زال لإبعاد المدربين من جدية أو أن عقوبة جادة؟ إذا بعدت استبعد مرة واحدة، لكن ربما ليس بيد الاتحاد الدولي أن يقر إبعاد المدرب عن المدرجات، حتى أن يغيب عن المباراة، حتى هو التغييب فقط، تغييب عن ملعب المباراة. تبقى الكرة الآن عند رجب حمزة ملعوبة إلى كرة لخارج أرضية الملعب للأوت، رمية جانبية. أصلا بعض المدربين حتى لا يتحدث مع لاعبين، يعني في مدربين تبدأ المباراة خلاص يظل صامت حتى تنتهي المباراة. من أبرز المدربين اللي جاءوا لمنطقة الشرق الأوسط طبعا بهذا الأسلوب كان السيد يوردينيسكو، رجل لا يتحدث، خلاص وضع الطريقة وضع كل شيء، كل مدرب له ستايل. يعني كوزمين أولاريو مثلا لما كان مع السد كان لا يصمت أبدا، طوال المباراة يتحدث، طوال المباراة يصرخ، طوال المباراة يوجه. ولكن في مدربين آخرين لا، بالنسبة له وضعت التشكيلة وضعت الطريقة خلاص انتهى الأمر عندي. هذه كرة ملعوبة للجهات اليسار. كل مدرب له ستايله، كل مدرب له طريقته في التدريب. الكرة الآن لصالح نادي الإخوية ملعوبة عرضية. العربي على أكمل وجه، العربي كما ينبغي. الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الإخوية يبدو أنه أصبح قريب جدا من إجراء تبديل الأول. زولا مرتاح، زولا يعلم بأن المباراة تسير كما يريد، يعلم بأن لاعبينا نجحوا أخيرا في تطبيق خططه. طبيعي جدا المدربين، ليش نقول لا تستعجل على مدرب؟ ليش نقول دائما لا تستعجل على مدرب؟ فلسفة زولا، ربما اللاعبين يحتاجون وقت طويل من الموسم من أجل أنهم ينسجمون مع هذه الفلسفة، مع هذه الطريقة الجديدة عليهم. وبالتالي في الأخير توصل العربي فعلا، تمكن لاعبين العربي من تطبيق تعليماته بالحرف الواحد، من تنفيذ خططه بشكل سليم. لهذا الآن تجد العربي صعبا للغاية على نادي الإخوية. أحمد السعدي بديل في شوط المباراة الثاني بالنسبة لنادي الإخوية، وهو أول تبديلات مكان عبد المقصود. خميس الكواري الذي يدير مباراة صعبة للغاية في هذا المساء في أحد أهم مواجهات الأسبوع 18 من دوري نجوم قطر، والذي يتقدم فيه ما زال العربي بهدف الوحيد منذ شوط المباراة الأول، وهو يحافظ على هذا الهدف وعلى هذا المكتسب الذي حقق عبر نحوي في الشوط الأول من المباراة. الكرة تلعب إلى تشيكو، تشيكو مرر كرة طويلة للأمام لكنها تقطع. خوخي معلم قطع الكرة، ترجع مرة ثانية الآن في صالح نادي الإخوية. الكرة ملعوبة إلى خالد مفتاح، مفتاح يأخذ كرة في الجهة اليسار، تتمرر الكرة والمحاولة قادمة الآن لمصلحة نادي الإخوية، ملعوبة ساقطة إلى منطقة الجزاء. الإبعاد جاء ممتاز من سوزا. يا الله يا سوزا، أنت تدافع على أكمل وجه، أنت تهاجم بأفضل صورة، أنت أفضل صانع لعب في المباراة. سوزا يفعل كل شيء في المباراة. سوزا يأخذ كرة، يعدي، يتقدم، يمرر الكرة لكنها مقطوعة لتعود مرة ثانية الآن بواسطة دفاع نادي الإخوية إلى محاولة موجودة عند لويس مارتن جونيور. جونيور يوزع كرة في الجهة اليمين، الضغط على حمل الكرة والمحاولة أخيرا إلى خارج أرضية الملعب لتصبح الآن كرمية جانبية لمصلحة نادي الإخوية. الرمية الجانبية على طول تلعب من المساكني، المساكني يهرب لأبعد الأماكن عن مدافع العربي لأنه لا يوجد فرصة حقيقية بالنسبة له إلى أن يستحوذ على كرة. لن يرتاح وهو يستحوذ على كرة في حدود منطقة 18. خالد مفتاح عدى بشكل ممتاز، لكن أين المفر؟ أين المفر؟ هذا السؤال للاعب الإخوية. يفعلون ما يريدون بعيدا عن منطقة الجزاء العربي، حينما يقتربون من منطقة الجزاء للنادي العربي لا يوجد مفر من دفاع منضبط على أكمل وجه، من دفاع حفظ الطريقة والأسلوب الطلياني. الكرة الآن لكريم بوضيف، يلعب كرة إلى السعدي والسعدي سدد. لا مفر، لا مفر، مرمى العربي
ليس مقر لكرات نادي الأخوية. هذه الكرة ملعوبة الآن على طول إلى الخلف إلى مصلحة لويس مارتن جونيور، وجونيور يأخذ كرة في وسط الملعب لتصل الآن للأخوية تسديدة من بعيد إلى خارج أرضية الملعب، وتصبح الآن كركلة مرمى عند رجب حمزة. واصل التسديدة ركلة مرمى من محمد موسى. لماذا يذهب الأخوية للتسديد بهذا الشكل من مسافة بعيدة؟ لأنه خلاص لا توجد حقيقة، ولا ألومة يا كابتن، لا ألومة، هذا الخيار الوحيد والسبيل الوحيد أن يسدد الأخوية، وعلى لاعبي الأخوية أن يسددون من أجل أن يصلوا إلى مرمى العربي، خصوصا وأن اتجاه الرياح معهم وأن الدفاع العربي لا يعطيك أبدا مساحات كافية للوصول إلى منطقة الجزاء. المحاولة مرت إلى خالد مفتاح أو يوسف المساكني، مساكني عدى كرة لكن مقطوعة من دافي تراوري تعود إلى لويس مارتن، سدد مارتن والكرة بالرأس من آلان ديوكو على ما يبدو، أو أنها بالرأس من مدافع النادي العربي إلى خارج أرضية الملعب لتتحول الآن كركلة ركنية لمصلحة الأخوية. تحولت فيها الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لنادي الأخوية. أحمد النحوي صاحب الهدف الوحيد في اللقاء، والركلة الركنية من يقف لتنفيذها نامتيه عند ركلة ركنية، نامتيه يلعب كرة عرضية إلى منطقة الجزاء لكنها تبعد وتعود مرة أخرى، خالد مفتاح يسدد كرة مقطوعة ترجع مرة ثانية إلى صالح العربي، التمريرة منقولة في الجهة اليمين، المحاولة إلى سوزا، سوزا مع كرة مع اثنين ضغطين على سوزا، سوزا عدى من بينهم وعدى بالكرة للجهة اليمنى بشكل ممتاز لتصل الكرة الآن في محاولة قادمة على طول تتمرر إلى الأمام إلى باولينيو، باولينيو لعادل لامي، عادل لامي لعب كرة خاطئة باتجاه أمين أو أنها لم تكن دقيقة وصلت إلى أمين، أمين أوصل الكرة في وسط الملعب لتصل إلى جواد نيكولا، نيكولا في محاولة اللعب على طول للجهة اليمين لصالح النادي العربي، عدى ومر وعاد الكرة على طول إلى جواد نيكونام، جواد نيكونام يأخذ كرة في الجهة اليسار على طول باتجاه عادل لامي، عادل لامي إلى خوخي بوعلام، بوعلام يمشي كرة ممتازة إلى باولينيو، باولينيو يفكر في التسديد وتسديدة باولينيو راحت إلى خارج أرضية الملعب. واصلة كركلة مرمى، كرة باولينيو إذا ركلة مرمى لصالح نادي الأخوية. كرة ملعوبة، باعتقادي أنه يوسف أحمد الخيار المناسب في هذا التوقيت لنادي العربي بأن يلعب الكرة المرتدة. هذه محاولة موجودة الآن في الجهة اليسار، خالد مفتاح يلعب كرة عرضية لكنها تصل إلى رجب حمزة. واحدة من أجمل أماسي النادي العربي على الإطلاق، العربي الذي فاز في مباراة الماضية من أمام الغرافة يؤكد على أن الانتصار لم يكن بمحض الصدفة، يؤكد بأنه الخسائر التي جاءت على التوالي في أربع جولات بثلاث خسائر وتعادل خلاص انتهى عهدها الآن، عهد الانتصارات. الكرة إلى سوزا، سوزا يصوب، سوزا تصديدة ترتد من الدفاع، عادت مرة ثانية لسوزا. أوه. ما في حيلة، ما في حيلة سوزا، يا تسوي بها كذا ولا ما راح تاخذ منا الكرة. إزعاج لا ينتهي، إزعاج لا يتوقف، والآن سوزا يتعرض لإصابة ومخالفة موجودة لسوزا. على كل حال التبديل أحمد محمد في التبديل حاليا، مع أني أرى بأن يوسف أحمد مناسب بالنسبة لنادي العربي لأن الكرات المرتدة يوسف أحمد بإمكانه أن يخطف فيها هدف ثاني وبالتالي يؤمن الفوز لفريقه بهدف آخر، يعزز الفارق، يصعب مهمة الأخوية بالعودة في المباراة. أحمد محمد اللاعب البديل الآن في شوط المباراة الثاني مكان يوسف رمضان. خوخي بوعلام وركلة حرة مباشرة تأتي من مكان بعيد لمصلحة نادي العربي. خوخي معلم طالب لاعبين بالتحرك داخل منطقة الجزاء في كرة ملعوبة ممتازة تقطع لتعود الآن في صالح نادي الأخوية. الحكم كان قريب جدا خميس الكواري وبالتالي أشار إلى استمرار اللعب. الكرة ملعوبة الآن إلى الأمام، واصلة عرباوية باتجاه رجب حمزة، رجب حمزة طلع الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت، رمية جانبية السعدي، لعب رمية جانبية سريعة. العربي اليوم رجع لنا زي زمان زي ما كان، هذه كرة ملعوبة طويلة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى، رجع زي ما يتمنى الجمهور بالصورة الجميلة. هذه لمسة اليد اللي تغاضى عنها خميس الكواري، ما رآها عن خميس الكواري وبالتالي لم يعلن عن ركلة جزاء ضد محمد موسى بالركلة أو باللقطة الماضية. العربي
ينعش. أرواح جماهيره، جمهوره منتشي حقيقة بهذا التقدم وسعيد بهذا الأداء قبل النتيجة. الأداء الجيد يطمئنك أكثر من الانتصار، أحياناً ممكن تحقق انتصار من أداء سيء وبالتالي لن تذهب بعيداً، لكن حينما تجد هذا الأداء هذه الكرة ملعوبة. أوه! وصلت لخارج أرضية الملعب البديل السعدي. البديل السعدي يبدو أنه خطرا يحدق بمرمى النادي العربي، وهذه تسديدة اليسارية اللي مضت إلى خارج أرضية الملعب بركلة مرمى. اللعبة ركلة المرمى طويلة بالرأس من خوخي بوعلا لتصل الآن في الجهات اليمين. السعدي مر الكرة مقطوعة، راحت للأوت إلى رمية جانبية، الحكم يقول الرمية الجانبية لمصلحة نادي الأخوية. لعبة الرمية الجانبية في الجهة اليمين، الضغط من عادل لامي بشكل ممتاز، واصل الكرة لسوزا، سوزا تقدم، سوزا انطلق، سوزا انطلق، سوزا ياخذ كرة على ضغط من لاعبين، سوزا أخيرا الكرة مبعدة إلى خارج أرضية الملعب من أمامه إلى الأوت، رمية جانبية. مزعج سوزا، مقلق سوزا، سوزا أجمل ما في المباراة، سوزا أحلى ما في المباراة. كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت، رمية جانبية. كل الكلمات والعبارات لا يمكن أن تعطي لسوزا حقه الذي يقدم أداء رائعا للغاية في هذا المساء، ويؤكد بأنه أفضل انتداب للنادي العربي على مستوى اللاعبين اللي جاءوا في الانتقالات الشتوية. محمد رزاق البديل القادم، أشرنا إلى أنه قد يكون بديل في أي وقت من الأوقات لكنه جاء متأخرا الآن العشر دقائق الأخيرة من المباراة. ألان ديوكو لا يحرك ساكن، لا هو ولا المساكني. الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى إذا لمصلحة النادي العربي. العربي عند ركلة مرمى عند حارسة، الجماهير العربوية السعيدة، ابتسامات هنا وهناك، سعادة بالغة بالتقدم بهدف، سعادة بالغة بالحبيب بهذا الأداء، الحبيب الذي يقدم لهم أداء جيدا ويتقدم على الأخوية. الكرة ملعوبة الآن في الجهة اليسار، باولينيو، باولينيو عد كرة. أن تفوز على حامل اللقب ذهابا وإيابا هذا أمر معنوي وأمر مهم. شوف المرور من باولينيو والضغط على باولينيو، رزاق يستعد للدخول، يبدو أنه العربي وضع حدا لهيمنة وسيطرة الأخوية على مواجهاتهم في الدوري بعد أن ظل الأخوية طيلة السنوات الخمسة الماضية لا يحقق أي انتصار. العربي من أمامه في مسابقة الدوري، لكن اليوم العربي فاز بالقسم الأول، واليوم العربي يكاد أن يفوز في القسم الثاني، وكأنها الأمور تتبدل والأحوال تتغير تماما. ألان ديوكو الذي لم يقدم الشيء الكثير في هذه المباراة جاء مكان رزاق، هذه كرة ملعوبة عرضية. هل خسر الأخوية لاعب فلاديمير فايز؟ هل سيعض صبع الندم الأخوية على خسارة فلاديمير فايز الذي أجزم بأنه لو كان في هذه المباراة كانت له كلمة في هذه المواجهة. كرة ملعوبة، يوسف المساكني، الحلول ضعيفة جدا بالنسبة للاعبين الأخوية في ظل هذا هذه الترسانة الدفاعية الموجودة من أمامهم، مع ذلك لا يوجد فاعلية هجومية وحلول هجومية حقيقية بالنسبة لنادي الأخوية. رمية جانبية، صعب جدا الأخوية أن يعادل، صعب جدا، هذه الطريقة وهذا الأداء وهذا الأسلوب باهت لا يكفي لأن يسجل التعادل. كرة إلى الأوت، رمية جانبية الآن لمصلحة نادي العربي. العربي عند رمية جانبية في الجهة اليمين عند أحمد محمد، أمسية عربوية مميزة حقيقة. كرة موجودة لصالح نادي الأخوية،
على طول تلعب الى رام تايهي مشى تايهي عدى كل هذه الامتار تايهي وسار ووصل الكره الى منطقه الجزاء. السعدي ياخذ ركله جزاء نعم قرار صحيح. السعدي ياخذ ركله جزاء الان لصالح نادي الاخويه. نامتهي سار في كره وعدى امتار مهمه وصل فيها في حدود منطقه الجزاء. سلم الكره للقصير للمكير احمد السعدي الذي جاء ليبدل الكثير من الاحوال ليبشر جماهير نادي الاخويه بتحول وعوده مره اخرى الى المباراه. سوزا قدم افضل مباراه واسوا لقطه. ركله جزاء الان موجوده لصالح نادي الاخويه. سوزا نجم العربي في هذا اللقاء. سوزا هو المتسبب بركله جزاء وهو من يكاد ان يحرم العربي من النقاط الثلاث اذا ما استفاد الاخويه الان من ركله الجزاء الموجوده في نقطه الجزاء. يبدو انه نعم تايهي من سيتحرك لتنفيذ ركله الجزاء. ركله جزاء لصالح نادي الاخويه. نامتهي ما عجز عنه الأخوية طوال 85 دقيقة يبحث عنها الآن في الدقيقة 85. بعد 85 دقيقة جاءت ركلة جزاء لنادي الأخوية من أجل أن يعادل نتيجة المباراة. ونامتهي أمام رجب حمزة. نامتهي الأمل الوحيد للأخوية أن يعود من هذه اللقطة. نامتهي لا يصدق حال لا يصدق في هذا المساء. الأخوية لم يجد فرصة يعبر فيها إلى مرمى رجب حمزة حينما جاءت أهم فرصة. نامتهي طوح بالكرة بعيدا عن المرمى وبعيدا عن مرمى نادي العربي وفوق العارضة. وهنا ردة الفعل تبدو على مدربه الذي يموت غيظا حقيقة من تصرف نامتهي في تنفيذ ركلة الجزاء الماضية. وبالتالي الآن الضغط اللي كان على نامتهي هو السبب الرئيسي في فوات الفرصة. نامتهي كان عليه ضغط كبير جدا، يعلم بأن فريقه هذه فرصة الوحيدة لأن يعادل. فريقه لم يجد فرص حقيقية في المباراة وكانت هذه الفرصة الوحيدة. الضغط على نامتهي هو السبب الرئيسي في ضياع ركلة الجزاء. كان يفكر نامتهي أو كان يقلق. نامتهي أكثر من أنه يثق في ركلة الجزاء الماضية. بطاقة صفراء لجواد نيكونا. مخالفة موجودة في وسط الملعب. هذه المخالفة الموجودة على جواد نيكونا بعد احتكاكه مع خالد مفتاح في وسط الملعب. بالتالي القرار جاء سليم من حكم اللقاء بطاقة صفراء جواد نيكونا. الكرة ملعوبة لصالح نادي الأخوية. كريم بوضيف. كريم يلعب الكرة إلى الأمام ليتصل في منطقة الجزاء. واصلة أخيرة إلى ركلة مرمى. ركلة المرمى ملعوبة من رجب حمزة. ملعوبة الكرة لتعود مرة أخرى إلى محاولة في صالح النادي العربي. باولينيو إلى كرة لخارج أرضية الملعب. رمية جانبية وتبديل الآن بالنسبة للنادي العربي. عبد الله معرفي البديل الأخير لنادي العربي. يترك مكان أحمد خلفان. العربي عند رمية جانبية وتبديل الآن يحدث. يترك مكان أحمد صالح خلفان. كم
العربي الذي عاندت دروب الوصول والذي لم يصل إلى مراده لسنوات، اليوم يقدم نموذج مثالي للنادي العربي، نموذج مثالي تستطيع أن تتنبأ معه لمستقبل جيد إذا استمر هذا النموذج المثالي وتم تعزيزه. هذه الكرة ملعوبة إلى كريم بوضيف، كريم بوضيف يلعب الكرة بعرض الملعب هناك في الجهة اليسار إلى نام تيهي يعيد الكرة إلى الخلف إلى لويس مارتن، لويس مارتن في تسديدة ارتدت من الدفاع إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية، ركلة ركنية موجودة، لاحظت تسديدة الماضي من لويس مارتن ارتدت في دامي تراوري إلى خارج أرضية الملعب عند نام تيهي. نام تيهي يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء مقطوعة، عبد الله معرفي يلعب كرة طويلة لكنه لم تصل كما يريد، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن لأنه الرياح عكس العربي، تجري الرياح بما لم يشتهي عبد الله معرفي، أوصل الكرة أراد أن تكون أبعد من المكان الذي توقفت فيه بسبب عمل الرياح، وهنا لاعبين من لاعبي النادي العربي واقعان على أرضية الملعب. النادي العربي الذي يقول لجمهوره سأعود يوما بالفرح، كما أنني لم أغب عن الفرح. العربي الذي يعد جمهوره بأن يعود إلى الفرح لسنوات كثيرة، اليوم يقدم نموذجا جيدا لأول مرة، تجد هذا النموذج المثالي حقيقة للنادي العربي على المستوى التكتيكي، على المستوى الفردي، أداء جماعي عالي جدا، في أداء فردي عند أفراد مميزين. أعتقد بأن هذا نموذج جيد جدا للنادي العربي للمستقبل القريب إن شاء الله تعالى، يطمئن جمهوره في المستقبل القريب. كانت الوعود لا تكفي عند جماهير العربي، لكن اليوم ما ترى جماهير العربي هو الوعد الحقيقي، لا يمكن أن يتمثل الوعد كحقيقة إلا بالأداء، إلا بالأداء، إلا بالأفعال، أما الأقوال لم تكن كافية. اليوم الأداء كافي للغاية. هذا كرة أو هذه لقطة ملعوبة الآن تعود لصالح النادي العربي، مقطوعة. العربي أفضلية بكل المقاييس على نادي الإخوية في هذه المواجهة. كرة لخارج أرضية الملعب إلى الأوت، رمية جانبية في الجهة اليمين ملعوبة، الرمية الجانبية، كرتين في ملعب المباراة. ملعوبة الكرة إلى الأمام، إلى محاولة تقطع، تصل إلى سوزا، نجم اللقاء سوزا، نعم هو لم يسجل نجم اللقاء رغم أنه تسبب بركلة جزاء من حسن حظه حقيقة، ولأن كرة القدم منصفة لم يسجل الإخوية من ركلة الجزاء اللي تسبب فيها سوزا، هذا إنصاف القدر أنصف فيه. هذه كرة سوزا، محاولة ملعوبة لتصل الآن إلى مصلحة الإخوية في وسط الميدان، استحواذ على كرة في الأخير، مخالفة، ركلة حرة مباشرة بسبب رعونة يوسف المساكني مع زميله عبد الله معرفي في وسط الميدان. احتسب الحكم مخالفة على يوسف المساكني باللقطة الماضية، خطأ موجود في دائرة الوسط، والكرة ملعوبة من دامي تراوري على طول تلعب إلى الأمام إلى كرة رأسية مقطوعة ثم تصل إلى مصلحة نادي الإخوية الآن عند السعدي، السعدي يحاول في كرة إلى صافرة ومخالفة، ركلة حرة مباشرة موجودة بالجهة اليمين، الركلة الحرة المباشرة في الجهة اليمنى. الإخوية يصارع الزمن الآن، لم يبقى إلا القليل، دقيقتين ونصف الدقيقة من شوط المباراة الثاني الآن، نحن على وشك النهاية والمباراة تبقى بنتيجة التقدم بهدف وحيد بالنسبة للنادي العربي. هذا الهدف كفيل بأن يعطي النقاط الثلاث لمصلحة النادي العربي. العربي كان متمكنا دفاعيا أكثر من تمكنه هجوميا للأمانة في هذا اللقاء. الكرة لمصلحة الإخوية، لكل طريقة ولكل فلسفة التي يحقق فيها انتصارا، لا تحاسب أحدا كيف انتصر. هذه كرة ملعوبة إلى خارج أرضية الملعب،
اللي تغلب بلعبه، ما لا احد الا يناقش انتصارك. هذه كره ملعوبه لصالح الاخويه، وتسديده كانت من مارتن جونيور وصلت الى ركله مرمى، وركله المرمى الان في اليردات السته عند النادي العربي، وتحديدا عند رجب حمزه الذي يقدم اداء ممتازا في هذا المساء. رجب حمزه في يوم من الايام كان يغضب عليه الجمهور على 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 مستوى، لكنه اليوم الرجل يقدم اداء كبيرا. جمال بلماضي صاحب ردود الفعل والاكشن الذي لا يتوقف في الدوري، الان يغادر ملعب المباراه مهما كان، حتى لو باقي دقيقه من حق فريقك ان تبقى لترصد ما يحدث في هذه الدقيقه. لكن اكشن جمال بلماضي، ترك ملعب المباراة، والكرة الآن موجودة لصالح نادي العربي في الجهة اليمين، منقولة عرضية داخل منطقة الجزاء، واصلة في الجهة اليسار ممتازة إلى سوزا، سوزا يا سلام، كرة الوان تو لصالح العربي، المحاولة ملعوبة ويتألق فيها كلودامي، يا سلام على الكرة الماضية لنادي العربي، يا سلام، نعم تايهي مرور ممتاز، انطلقت تايهي اخذ الكرة بعد مرور سلس، وصلت فيها الكرة على الجهة اليمين إلى السعدي، السعدي خطير ياخذ كرة من الجهة اليمنى لكنها عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. هي اللقطة الأخيرة في المباراة، الثواني العشرة الأخيرة، العد التنازلي الأخير، خلاص المباراة أوشكت على نهايتها، إما أن يستفيد الأخوية منها. أمين تقدم إلى منطقة الجزاء والكرة ملعوبة، عرضية مقطوعة لتصل إلى نام تايهي مرة أخرى، لكن خلاص ما في فرصة يا تايهي، أطلق حكم المباراة خميس الكواري صافرة معلنا عن نهاية هذه المباراة. أيها السادات والسادة، بهذه النهاية يتمكن العربي من الصعود إلى الأمام، والصعود درجة في سلم الترتيب ليتقدم في محل نادي السد في ترتيب المركز الرابع مؤقتا إلى حين مباراة السد من أمام قطر. أيها السادات والسادة، تابعنا معكم مباراة من أروع ما يمكن قدم فيها العربي حقيقة أداء رائعا للغاية، قدم فيها العربي أداء نموذجيا مثاليا تجلت فيه الفلسفة الإيطالية للسيد جانفرانكو زولا. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في المواجهات القادمة، شكرا لكم على طيب المتابعة، أتمنى أن أكون قد وفقت في نقل الصورة لكم في أحداث هذه المباراة وما جرى من أحداثها. الكلمة للزميل الكابتن العزيز خالد الفضلي والكابتن عادل ملا، وإليكم الكلمة، تفضل والله ولي التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.